ورجعنا لكم من جديد، ونرحب بكل اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة MBC مصر. قبل الفاصل عرفنا أن الشيف هيعمل لنا النهاردة المندي، وكمان اتكلمنا أن النهاردة اليوم العالمي للشكر. كل سنة والجميع طيبين يا رب، وبخير وصحة وسعادة وسلام. دلوقتي بقى نروح للنصائح المهمة اللي هنلخصها ونقولها لكل ست نازلة بكرة عشان تشتري وتستفيد من عروض وخصومات البلاك فرايداي. بالمناسبة زي ما قلت لكم قبل الفاصل، النصائح دي هي خلاصة ما كتبته معظم المجلات الاقتصادية العالمية، مش كلامي أنا، أنا جايبة الخلاصة الزبد. أولاً لازم نبقى فاهمين وعارفين إن إحنا لازم نكون محضرين قائمة لسة بالحاجات اللي عايزين نشتريها. دلوقتي مواقع الشراء بتوفر لنا خدمة إنك نجهز قائمة بالمنتجات اللي عايزينها عشان تقدري تختاري وتخلصي الشروة بتاعتك على راحتك. بمجرد ما تلاقي إن سعرها نزل بالشكل اللي يخليكي تشتري تخشي تشتري فعلا. ايه رايك في النقطه دي؟ لا، فكره جميله جدا جدا عشان تاكدي ان السعر فعلا اتعمل عليه تخفيض. بالظبط. وبمناسبه السعر، خدي بالك من حاجه مهمه وانت بتشتري، وهي انك تبصي على السعر مش على نسبه التخفيض، لانك ممكن تلاقي مكتوب على الحاجه تخفيض 50% والسعر اصلا غالي ومبالغ فيه. دي طريقه من طرق خداع الزبون وجر رجله عشان يشتري، فوعي توعي فيها. بالظبط كده. وفي نقطة مهمة جدا جدا يا بوسي تانية، وانت بتشتري بالمحل بتاعنا قارني الأسعار وشوف السعر اللي قدامك والسعر الموجود عندك في نفس السلعة أونلاين والكواليتي بتاعها. الأرخص بالنسبة لك والأحسن بالنسبة لك في الكواليتي اشتري على طول. ليه بقى يا بوسي؟ عشان ما نقعش في الفخ ونجيب حاجات سعرها يكون عالي واحنا مش واخدين بالنا. مظبوط، مليون في المية معاك حق. كمان لازم تراجعي مع البنك بتاعك عروض الكاش باك بتاعته في اليوم البلاك فرايداي، لان وقتها ممكن تلاقي نفسك واخده تخفيض من المحل وكمان في فلوس راجعه لك، يعني كسبتي في الحالتين. وممكن كمان تجيبي حاجات بالقسط مش كاش. يعني على الفيزا بتاعتها يعني؟ لا، تدفع بالفيزا وبعدين تسدد بدون فوايد. مش بالفيزا، بدون فوايد. تقدر تاخد بالقسط يعني. طب دي فيزا كويسه. في ناس كتير عامله عروض شراء على 6 شهور وسنه بدون فوائد، بدون اي فوائد. زيرو فوائد. فكره حلوه للتسويقيه برضو جميل. ولازم تتاكدي من سياسه الاسترجاع ل 14 يوم. في اماكن يا بوسي بعد ما بتشتري وبتلاقي اللي انت اشتريتيه مش عاجبك تيجي ترجعيه يقول لك ما عندناش احنا النظام بتاع ايه التخفيضات، ما بنرجعهاش تاني خالص. اي حاجه نازله عليها تخفيضات ما بنرجعهاش. مظبوط. واهم من كل اللي فات انك تتفادي الاخطاء اللي غيرك واقع فيها وهي بتشتري. ايه هي بقى الاخطاء دي؟ اننا نتسرع ونشتري اول حاجه تقابلنا من غير ما نقارن المنتج او البرودكت او السعر. فانت قارني وخدي وقتك وفي الاخر اشتري براحتك خالص. اليوم صح كده؟ صح كده. صح كده. اوعي تعملي زي اللي بتشتري حاجه وتخزنها لبعدين. اشتري اللي انت محتاجاه عشان الاستعمال السنه دي، وتاكدي ان المنتجات اللي هتشتريها تكون اوريجينال اصلي مش تقليد. وراجع بص على الفاتوره قبل ما تخرجي من المحل او المول، راجع الفاتوره كويس قبل ما تتحرك. مظبوط، مليون في الميه. وبلاش تستني كمان للساعات الاخيره في اليوم. الاحسن طبعا انك تبداي من بدري، لان ممكن ببساطه اللي عامله حسابك على انك تشتريه يكون خلص. فاصحي بدري.